أسفرت عاصفة آلي في بريطانيا عن وقوع قتيلين وجريح فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وتأثرت حركة النقل والملاحة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة. وأحدثت آلي التي تعد أول عاصفة في الموسم ببريطانيا أضرارا كبيرة بعدما وصلت سرعة الرياح إلى 164 كيلومترا في الساعة. وسجلت إيرلندا انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي، حرم 186 ألف بيت من التيار، فيما اضطر مطار دبلن إلى إلغاء 75 رحلة بسبب الظروف الجوية، بالإضافة إلى تحويل مسار 10 رحلات أخرى.